بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. النهاردة الحد الثاني من أمشير، والإنجيل من يوحنا 6 الآية المشهورة أو المعجزة العظيمة بتاعت إشباع 5000 أسرة من 5 خبزات والسمكتين. هقراها وبعدين هاخد خط معين كده عن الأشياء الصغيرة في حياتنا. الأشياء الصغيرة في حياتنا كيف يمكن أن تصنع فرقا، تصنع فرق كبير في حياتنا لو اهتمينا بها. بيقول القديس يوحنا في إنجيله: فرفع يسوع عينيه إلى فوق ونظر أن جمعا كثيرا مقبل إليه، فقال لفيلبس: من أين نجد خبزا لنبتاع ليأكل هؤلاء؟ وإنما قال هذا ليمتحنه، لأنه كان عالما ما هو مزمع أن يفعل. أجابه فيلبس: لا يكفيهم خبز بمئتي دينار ليأخذ كل واحد منهم شيئا يسيرا. قال له واحد من تلاميذه وهو أندراوس أخو سمعان بطرس: يوجد هنا غلام معه 5 أرغفة شعير وسمكتان، ولكن كيف يكفي هذا المقدار لمثل هؤلاء الجموع؟ فقال يسوع: اجعلوا الناس يتكئون. وكان يوجد في ذلك المكان عشب كثير، فاتكأ الرجال وعددهم كان نحو 5000. وأخذ يسوع الأرغفة وشكر وأعطى التلاميذ، والتلاميذ أعطوا المتكئين، وكذلك أيضا من السمك بقدر ما شاء كل واحد. فلما شبعوا قال لتلاميذه: اجمعوا الكسر الفاضلة لكي لا يضيع شيء منها. فجمعوا من الفضلات وملأوا 12 قفة من الكسر من 5 أرغفة الشعير التي فضلت عن الآكلين. فلما رأى الناس الآيات التي صنعها يسوع قالوا: إن هذا هو بالحقيقة النبي الآتي إلى العالم، والمجد لله دائما أبديا أمين. المعجزة دي طبعا بتتكرر أكتر من مرة في القراءات بتاعة الكنيسة، وكلنا عارفين أن هي المعجزة الوحيدة اللي ذكرت في الأربعة. اللي ذكرت في الأربع أناجيل. القديس يوحنا كان حريص أنه ما يكررش، لكن المعجزة دي بالذات لأن ليها معنى أبعد من مجرد إشباع الناس أكل مادي، ليها معنى أبعد، إشارة للسيد المسيح الخبز الحي النازل من السماء الآتي إلى العالم اللي بيشبع العالم وبيحييه. فالمعجزة دي عشان ليها بعد كبير قوي وعميق، القديس يوحنا حطها، وحط بعدها كل الأحاديث بتاعت السيد المسيح عن كيف إنه هو إيه خبز الحياة. لكن أنا النهاردة بفكر أني أتكلم على الأشياء الصغيرة في حياتنا اللي إحنا ممكن ما نهتمش بيها، ولكنها بتفرق جداً وبتكون ممكن سبب بركة كبيرة لحياتنا لو اهتمينا بها. يعني كنموذج في المعجزة دي، في عندنا 4 حاجات يبدو عند بعض الناس انها مش مهمة، حاجات صغيرة يعني ايه قيمتها؟ يعني طفل صغير في وسط 5000 أسرة ايه يعني قيمته؟ يعني ايه يعني واحد في وسط الناس يعني نمرة؟ لا، مفيش حد فينا نمرة ولا رقم عند ربنا. حتى وانا بقول احنا عدد الشعب بتاع الكنيسة فوق 1000 شخص، انا مش بعد ارقام، ده كل واحد له قيمته، وكل واحد لازم نهتم بيه ونهتم بخدمته، وكل واحد له وزنه في الكنيسة وقيمته عند ربنا. فالطفل الصغير ده مش مجرد رقم، مش مجرد حتة عيل، او الطفل ده كان سبب بركة للكنيسة كلها، كان سبب بركة للجموع كله. نموذج تاني، كمية أكل بسيطة صغيرة خالص، يعني كمية أكل تكفي واحد
اتنين يعني، لو يعني كل واحد كده هياكل بأدب كده وما يملاش بطنه، هتكفي اتنين، ما تكملش، دول سمكتين. ويقول ان الكمية البسيطة دي اللي حتى في لبس بيقول للمسيح ايه؟ بيقول له ده فيه هنا الاكل ده بس، ايه بس كيف يكفي هذا المقدار الضئيل الصغير لمثل هذه الجموع؟ اذا فاحنا عندنا حاجة تافهة تبدو ان هي صغيرة، لكن دي لما ربنا حط بركته فيها عملت شغل عظيم جدا. حاجة ثالثة، طريقة التنظيم البسيطة للمسيح طلبها. في ناس تقول يعني وليه يعني يقعد يرصوا في 5000 أسرة ويقعدوهم صف ويقعدوا يعدوا 50 50، طب ما يوقفهم طابور وخلاص، طب ما يعني يعني أي حاجة، مش هو هيبارك الأكل يحط الأكل والناس تيجي تاخد؟ لا، في نظام، في ترتيب، والترتيب ده له قيمة، خلى كل حاجة تمشي بسرعة، خلى التلاميذ يشتركوا معاه في الشغل، وخلى كل حاجة تبقى الناس قاعدة في وضع هادي منظم، والأكل بيجي لها لحد عندها. تنظيمات بسيطة لكن تفرق، عشان كده الكنيسة بتاعتنا فيها تنظيم في كل صغيرة وكبيرة، في الطقس بتاعها، في الخدمة بتاعتها فيها تنظيم، التنظيم ده له قيمة. كل حاجة حركة بيعملها أبونا ليها وزن وليها معنى وليها قيمة وليها بعد روحي بنفهمه. تنظيم، تنظيمات صغيرة لكن مهمة. حاجة تالتة، حاجة رابعة، نقطة رابعة في المعجزة دي، الكسر الناتجة عن الأكل. الكسر الناتجة عن الأكل، مين يهتم بيها؟ دي فضلات. جرب الميكروفون ده يمكن يكون يعني أريح شوية ما يزنش. فالكسر الناتجة عن الأكل دي ممكن تكون إيه؟ ممكن تكون حاجة محدش هيهتم بيها، ومحدش يعني هيبص لها، الناس شبعت خلاص، أنت هتلم الحاجات دي لمين؟ وبعدين إيه اللي هيتفضل؟ ده اللي هيتفضل ولا حاجة، دول أصلا كلهم 5 خبزات والسمكتين يعني. لا، الكسر دي لو لميناها تعمل شغل عظيم جدا، دي تملى 12 قفة، وكل تلميذ من اللي خدمه طالع بمكسب كبير خالص، قفة مليانة أكل. فهنا ده نموذج إن الأشياء الصغيرة في حياتنا ما نستهنش بيها، ما نستهنش بأي حد حتى ولو كان صغير. نقولش ده حتة طفل عيل صغير مش مشكلة، لا، العيل الصغير ده ممكن يكون سبب بركة للكنيسة كلها، وممكن الكنيسة كلها تشبع من إيده. قديس أثناسيوس، أنا أبوه كاهن، ومن كتر ما عاش مع باباه كان يشوفه بيعمل إيه ويتعلم منه، يشوفه بيصلي إزاي، يشوفه بيعمد إزاي، فبقى مشبع بروح الكنيسة من صغره. كانوا في الصعيد، ولما اتنقلوا اسكندرية حتى وهو في لعبه على البحر وهو ولد كان بيعمل ايه مع الولاد؟ بيعمدهم، حاجة عجيبة، حتى في اللعب هو مشغول بحاجة يعني، وقفهم كده بنظامه. فالبابا ألكسندروس بيبص كده من النافذة بتاعته كانت بتطل على البحر، فشاف الولد قال ده ممكن الولد ده يبقى بركة للكنيسة كلها. ما نستهنش بواحد نقول ده حتة عيل بيلعب، لا، ده ممكن يكون بركة للكنيسة كلها لو تبنيناه واهتمنا بيه. قديس أثناسيوس وهو في العشرينات، في بداية العشرينات من عمره، كتب كتابين النهاردة من أهم المراجع اللاهوتية، اللي هو كتاب On the Incarnation، اللي هو في التجسد، أو اللي احنا بنقوله بالعربي، بنقول عليه بالعربي تجسد الكلمة، وكتاب تاني ضد الوثنيين بيفند فيها الأفكار بتاعة الوثنيين. فاحنا ما نستهنش بأي حد مهما كان صغير. تاني درس بناخده من كمية الأكل الصغيرة، إن القليل في إيد ربنا يصير كثيرا. القليل، تقول لي يعني أنا المبلغ البسيط اللي أنا أحطه في الكنيسة ده يفرق؟ يفرق،
ده بركة ليك وبركة للكنيسة، ده بركة ليك وبركة للكنيسة. ده كل حاجة بسيطة تحطها في إيد ربنا تتبارك. الدخل البسيط بتاعنا نحطه في إيد ربنا يتبارك ويكفي ويزيد ويشبع ناس كتيرة مش بس أسرتي. الطاقة البسيطة والمجهود البسيط بتاعي، أصلاً أنا راجل كبرت في السن، أصلاً أنا يدوبك ما عنديش غير طاقة بسيطة. عندك حب في قلبك؟ الحب ده طاقة كبيرة قوي. ما تبصش لإمكانياتك البسيطة، أنك أنت صحتك ضعفت أو ظروفك مشغول، ممكن دقايق بس من وقتك وتقدم فيهم حب، حطهم في إيدين ربنا وشوف. شوف الدقايق دي لما نحطها في إيد ربنا، نحطها في خلوة كده مع ربنا، نحطها في قعدة مع الإنجيل، ونحطها في وقفة صلاة، وشوف شوف البركة. الخمس خزات والسمكتين دول يتحطوا في إيد ربنا بركة، يبارك بيهم الجموع كلها، محدش يستهون بيهم زي ما كان في روبوس مستهون بيهم. إمكانياتنا البسيطة دي، ادينا شفنا واحد زي أبونا إسحاق. مين يقول على الراجل الكبير في السن اللي عنده فوق 65 سنة جاي هنا جاي يعمل ايه؟ ولا حتى في كنيسة ولا في حاجة، هم كم عيلة يتعدوا على الصوابع، ده يعمل ايه؟ حط نفسه في ايد ربنا وربنا اشتغل بيه، شوفوا ربنا عمل بيه ايه. هي كده ايد ربنا حلوة، احنا ضعفاء نحط نفسنا في ايدين ربنا، احنا قليلين، لكن احنا ممكن نكون سبب بركة للمدينة عملاقة زي المدينة اللي احنا عايشين فيها دي، مدينة فيها كذا مليون بس احنا عددنا قليل. ايه يعني الكنيسة القبطية في وسط مئات من الكنائس؟ لا، دي ممكن تكون بركة نور وملح تتحط في ايد ربنا تشبع الالاف. فمنستهونش بالامكانيات البسيطة اللي عندنا، لان احنا مش هنستخدمها على طول، احنا هنحطها في ايد ربنا الاول، احنا هنحطها في ايد ربنا عشان تتبارك وتتقدس، هنحطها في ايد ربنا علشان هو اللي يرتب ويوزع وينظم، وهو اللي هيكسر، وهو اللي هيدي ويدي خدامه ويوزعه ويشبع. هو المسؤول عن اشباع الناس مش احنا، احنا علينا نقدم امكانياتنا، وهو المسؤول عن اشباع الناس، هو المسؤول على انه يفرح كل قلب. الخادم بيقدم حاجة البسيطة اللي واخدها من ربنا ويقدمها زي الرسل بالظبط، حاجات بسيطة خالص، لكن دي ممكن تكون سبب شبع وخلاص وتغيير لحياة ناس كتيرة وفرح لناس كتيرة. حاجة كمان نتعلمها، ان محتاجين قليل من التنظيم. طبعا لو اكتر شوية يبقى كويس، لكن على الاقل لازم يكون فيه تنظيم، كل حاجة تترتب صح، والتنظيم يجيب بركة ربنا. الحاجة العشوائية تضيع البركة، تبعتر المجهود، لكن لما يكون في تنظيم نوفر وقت ونوفر مجهود، مش علشان نرتاح، يمكن علشان نعمل حاجة تانية، نعمل إنجازات تانية. ما احنا لما ننظم نفسنا نقدر نعمل إنتاج أكبر. فالتنظيم حلو في الكنيسة، واحترام النظام مش حاجة وحشة. لما الاقي فيه مثلا نظام موجود، طب دي حاجه جميله، وانا التزم بالنظام كل حاجه تمشي مظبوطه. يعني شوفوا مثلا النظام مثلا بتاع المرور، لو كل واحد بيمشي على مزاجه، طب ما يبقى في لخبطه وفي حوادث وفي، لكن لما يكون كل واحد ماشي عارف وماشي جوه لين معين وبيلتزم بالاشارات، بيلتزم بالترنينج هنا ولا هنا، وشايف انه في نظام وهو ملتزم، طب ما ده يخلي الواحد ماشي في امان، ويخلي كل واحد يوصل مكانه بسرعه وفي الوقت المناسب، ويكون فرحان ومرتاح ومحدش بيضايق حد. النظام حلو والالتزام بيه حلو. حاجات صغيره في بيوتنا مع اولادنا، بس كنا بننظم الوقت بتاع اليوم، بنقعد مع الولاد نقرا الانجيل، وفي نظام، في نظام، بنقف نصلي مع بعض، في نظام، بنعمل حاجة معينة في يوم لربنا في الأسبوع، في نظام. عايزين نزود شوية، حتة صغيرة هتفرق معانا. في واحد يروح مزود عشية السبت، وده أنا ما بجيش خالص، وأنا ورايا إيه؟ طب ما ناجي. تقول لي دي حاجة صغيرة، دي كلها نص ساعة، وبنصلي بعديها صلاة نص الليل نص ساعة، طب ما هي بركة، وليه لأ؟
طب ما يبارك ما دام انا عندي فرصه، طب ما انا عندي فرصه في اجتماع انجيل اسمع كلمه ربنا، اجي ارتل واصلي واسمع كلمه ربنا. طب ما يبارك، طب ما هي حاجه تبدو ان هي حاجه صغيره لكن لما اضيفها تبقى بركه. انا مواظب يوم الاحد وباجي بدري، حاجه كويسه، لكن كمان لما اضيف حاجه مش حاجه كده هتبقى يعني على البيعه مش هستفاد بيها، بالعكس هستفاد بيها جدا، هستفاد بيها جدا. فالحاجات الصغيره دي ولو نظمناها في حياتنا تفرق معانا. ايضا الكسر بتاكد لنا انه ممكن بركه ربنا تبارك في الامكانيات القليله فينتج عنها بركه عظيمه جدا جدا للكنيسه. امكانيات والبركه الكبيره دي برضو ما نهملهاش. يمكن عايز اقف شويه عند موضوع الكسر، لان احنا من كتر انشغالاتنا وقتنا في الحياه اغلبيته بقى كسر. قليل لما بتلاقي يوم على بعضه رايق يعني وكامل وفاضي، لكن عندنا ربع ساعه عندنا نص ساعه كده، دي كسر. طب ما الكسر دي ما تتسابش، الكسر ما تتسابش، الكسر دي بركة ممكن تملى وتبقى خير خير. زمان أبونا بشوي كامل في اسكندرية، عيده يبقى الشهر الجاي إن شاء الله، كان دايما مثلا الصبح عنده خدمة وبعد الظهر عنده خدمة فبينزل كل يوم، لكن دايما الإنجيل بتاعه مفتوح ويعدي يلقط. صحيح كان ساعات ياخد نص يوم مثلا يروح المدافن، وكانت المدافن يعني وقتها في اسكندرية يعني بحالة جيدة يعني قرب كده المدافن اللي عندنا هنا هادية وفيها خضرة وفيها ممرات منظمة، دلوقتي الدنيا لخبطت. كان يروح في هدوء يقعد هناك في الأماكن دي علشان يفتكر أنه غريب عن العالم وأنه ماشي من العالم، وكان يقعد في هدوء في الممرات دي بين المقابر ويقعد يقرا الانجيل، ياخد له نص يوم كده يقعد يقرا ويستمتع ويصلي ويكتب. لكن ايام ما كانش لاحق بيعمل ايه؟ بيلقط كسر، بيلقط يدخل البيت ده يصلي، يدخل هنا يصلي، هو ماشي في العربيه يعمل التسبيحه بيلقط الكسر. ما هو لازم الشاطر يلقط الكسر، ما تتسابش. شوف السيد المسيح وهو بيكلم التلاميذ بيقول لهم ايه؟ بيقول لهم اجمعوا الكسر حتى لا يضيع منها شيء، عشان ما تضيعش، لان دي بركه. ليه تتساب؟ لو عندنا شويه كسر، عندنا امكانيات بسيطه ممكن نعمل منها حاجه كبيره. ما تتسابش، ما تتسابش الكسر، ما تتسابش، لانها ممكن تكون بركه كبيره. فانا عايز ااكد تاني ان الاشياء اللي تبدو ان هي بسيطه وصغيره في حياتنا ممكن يكون ليها اثر كبير. عندنا في الكتاب المقدس نماذج إيجابية ونماذج سلبية. يعني مثلا نماذج إيجابية زي مثلا الخمس حصوات اللي خدهم داود، يعملوا إيه دول قصاد العملاق جولياط؟ يعملوا إيه؟ حصوة واحدة جابت أجله، زلطة صغيرة كده لكن ليها قيمة. بنت صغيرة مسبية من شعب إسرائيل، بس بنت فيها مخافة ربنا وتعرف رجل الله، وكانت متلمزة على ايديه، بنت طفلة كده، طفلة تعرف رجل الله أليشع، وشافت نعمة ربنا فيه وشافت قوة ربنا على ايديه. فلما جه جيش أرام سبى ناس من إسرائيل، خدوا البنت دي تشتغل خدام، لو بنت مؤدبة كده لقطها رئيس الجيش بتاع أرام، رئيس الجيش نفسه قائد الجيش اسمه نعمان، وخدها تشتغل خدامة عنده، قال دي بنت طيبة وهادية ومؤدبة تخدم مراتي. البنت الصغيرة دي كانت سبب بركة، وهي مسبية متاخدة من أبوها وأمها ومن أهلها، كانت بركة للبيت. نعمان كان مريض فهي راحت وقالت له، قالت له يا سلام، كانت بتخدمهم بقلبها، راحت لسيدتها يعني زوجة نعمان، قالت لها يا سلام لو سيدي يروح عند رجل الله اللي عندنا في البلد في السامرة، ورجل الله لو صلى له هيخف. أنا واثقة يا بنتي بتقولي كلام بجد؟ قلت لها صدقيني أنا عارفة، أنا مختبرة. البنت الصغيرة دي كانت سبب بركة، وبقلبها الحلو وبقوة إيمانها أقنعت نعمان
نعمان عمل قصة كبيرة عشان يروح، يعني ده رئيس الجيش وكان بينهم وبين بعض عداوة، عشان يستأذن من الملك بتاعه والملك يبعت رسالة الملك إسرائيل. قصة طويلة على كلام البنت الصغيرة، حصلت قصة طويلة. وأليشع خفف نعمان بطريقة معجزية، يعني مش وقتها أنا أتكلم فيها دلوقتي، لكن البنت الصغيرة دي ما نستهونش بيها، بنت صغيرة من مدارس الأحد من عندنا، ممكن تكون سبب بركة لأمريكا كلها، بنت صغيرة كده ما نستهونش بيها أبدا. بنت دي كان سبب بركة عظيمة. والقصة حتى يعني بتأكد قد إيه إنه ربنا لما بيسمح إنه يحط إنسان في مكان، مش مجرد يعني أهو الناس بتتبعتر يمين وشمال وتروح هنا وتروح هنا، لا، هو حطك هنا عشان ليك رسالة هنا. ما تقولش أنا إمكانياتي بسيطة، ما تقولش أنا لسه طفل صغير، ما تقول لا تقل إني ولد زي ما بيقال أرمية، ربنا ردها له كده، قال له لا تقل إني ولد، ما أرمية بيقول له لا أعرف أنا أتكلم لأني ولد، قال له لا تقل، ما تقولش الكلام ده، أنا اللي هحط كلامي في فمك. فالبنت الصغيرة دي كانت سبب بركة. من ناحية السلبية برضو ممكن خطايا صغيرة تهلك، على رأي سفر النشيد لما بيقول خذوا لنا الثعالب الصغيرة المفسدة للكروم، حتى الثعلب صغير كده لكن خطير، يدخل يخرب الدنيا، يضيع كل تعبك وكل الزرع اللي انت اعتنيت بيه ده، يخربه حاجة صغيرة كده تخرب الدنيا. الواحد لو ساب خطية صغيرة ترعى في قلبه تخرب حياته. شوف قد ايه جاهد وقد ايه صام وقد ايه صلى وقد ايه بيسمع كلمة ربنا وقد ايه بيخدم ربنا، وبعدين يسيب كده عينه تزوغ كده، ولا قلبه يميل كده، ولا لسانه يلخبط كده، تبص تلاقي خطية كده او شوية حقد في قلبه ولا شوية كبرياء، يبتدي يحس ان هو حاجة ويبتدي يتعالى على الاخرين ويبتدي ينتقد. كان زمان شايف الناس كلهم حلوين، لا دلوقتي حاجة تانية بقى، ما تسمعوش بقى بيتكلم على فلان وبيتكلم على فلان ومش عاجبه كذا، وعمال ينتقد وعمال يلطش بلسانه يمين وشمال في الناس. دي الثعالب الصغيرة المفسدة للكروم، حاجات صغيرة لكن خطيرة، ساعات تكون مش بس خطيرة على الإنسان لكن ممكن تكون سبب تعب للكنيسة كلها، زي نقطة حبر في كوباية مية تقلب الدنيا، ما تتشربش الكوباية. زي عخان ابن كرمي لو تفتكروه، فاكرين عخان ابن كرمي؟ أثناء ما يشوع داخل أريحة ربنا عطاله تعليمات، قال له كل الحاجات اللي في أريحة تتقدس ليا. عخان ابن كرمي واحد من سبط يهوذا سرق هو وعيلته، خدوا حاجات وخبوها عندهم في الخيمة بتاعته، علشان كده حصل انهيار لشعب إسرائيل كله، بيواجهوا قرية صغيرة بعد كده اتهزموا واتبهدلوا ومات منهم 36 واحد. ايه ده؟ فيشوع حس ان في حاجة غلط، في حاجة غلط. ما هو دي بداية التوبة، ان الواحد يحس ان في حاجة غلط. ما تقوليش دي حاجات صغيرة، الحاجات الصغيرة دي خطيرة، تغرق زي الخرم اللي في المركب يغرق. فحس ان في حاجة غلط، فراح ركع قدام ربنا وانطرح قدام ربنا صايم طول النهار ويطلب هو وكل الشعب بدموع، بيقول له يا رب وبعدين هتسيبنا ليه؟ يحصل كده يا رب؟ ليه نتكسر؟ ليه نموت؟ ليه يحصل كده يا رب؟ ده انت اللي جايبنا هنا، مش انت معانا؟ ربنا رد عليه بكلمة مهمة جدا ان احنا نحطها قدام عينينا، في وسطك ايه؟ حرام يا إسرائيل، في وسطك حرام يا إسرائيل، فلا تقدر على الثبوت أمام أعدائك إن لم تنزع الحرام من وسطك، لا تقدر على الثبوت أمام أعدائك إن لم تنزع الحرام من وسطك. حاجة صغيرة لا تفرق، تفرق خطيرة. فقال له يا رب طب قل لي، قال له في واحد خد اشتهى وخد سرق وخبى، فأخذ من الحرام فلوث المجموعة كلها.
وربنا حدده لهم طلعوه وقالوا له تعالى ورينا، وجاه وطلع لهم كل اللي كان سرقه، وانتزع الحرام من وسط إسرائيل، وربنا رجع تاني ببركته. ساعات البركة تكون منزوعة من حياتنا لسبب وجود حاجات نظن ان هي صغيرة في حياتنا، ومش واخدين بالنا ان مفيش بركة في حياتنا بسبب ان في حرام في وسطنا، ان في ناس مثلا في كراهية في قلبنا، ان واكلين حق ربنا في العشور بتاعته، ان احنا مثلا في تعامل مش كويس مع حد من الناس، بنتعامل في شهوة وحشة في قلبنا، في كده حاجة تبدو ان هي خفيفة وصغيرة. لا، الاشياء الصغيرة دي بتعمل فرق. عشان كده نفسي أدي شوية تدريبات سريعة كده نراجعهم مع بعض. وقفة الصلاة الصبح تعمل فرق كبير قوي. الربع ساعة اللي هنقومها بدري دي ونصلي فيها صلاة باكر، نعمل كم مطانية ونصلي باكر، هتعمل فرق كبير في يومنا، مش حاجة صغيرة. تقولي ما احنا ساعات بنصلي في العربية، ماشي، في العربية دي هنركز كم في المية؟ ما بنعرفش نركز أكتر من 15%، ما بنقدرش. لا، نقف ندي وقت ربنا ونقف ونصلي، وبعد كده ننزل نكمل في العربية ونسمع الحان ونعمل كل اللي احنا عايزين، لكن لازم نقف وقفة تفرق. قديس أغسطينوس يقول عبارة لطيفة خالص، يقول من يصلي حسنا يقضي يومه حسنا. من يصلي حسنا يقضي يومه ايه؟ حسنا. يلا ما نهملش دي، هتفرق كتير في حياتنا. ربع ساعة مع الإنجيل على الأقل كل يوم، ربع ساعة نقعد كده مع كلمة ربنا نقرأ ونتأمل طبعا اللي عنده وقت أكتر يقعد ساعة واتنين ويشبع، بس يبقى فيه على الأقل. لازم أكرس وقت لأن أنا أتكلم مع ربنا من خلال كلمته، أسمع وأتكلم وأشوف هو عايز يقول لي إيه، وإيه الرسالة اللي عايز يوصلها لي، وأفهم تدابيره وأفهم واكتشف حبه وقلبه المليان بالحب ليا. يبقى نتفق ان احنا عندنا قاعدة مع الانجيل كل يوم، ما تقلش عن ربع ساعة، ما تقلش، تزيد بس ما تقلش. يعني ساعات انا اسأل الولاد الصغيرين هم لسه بيبتدوا يعترفوا، اقول له لو نقرأ الانجيل ربع ساعة كتير؟ يقول لي لا مش كتير. طيب من الكبار يبقى كتير، حاجة بسيطة بس هتفرق، حاجة هتعمل فرق في حياتنا، فرق كبير. في ناس ممكن يكون عندها وقت سواء في البيت أو في العربية أو في إنها تسمع مثلا عظة، سهل خالص إن احنا نلاقي في عشرات الألاف من العظات موجودة أونلاين وموجودة على السيديهات وكده. فإيه المانع إن احنا نحط تدريب لنفسنا نسمع وعظة يومية لأي أب حلو احنا بنحبه، أو تأمل بسيط حتى، يعني ما كانتش وعظة كاملة نص ساعة ولا ساعة ولا ربع ولا ساعة، نسمع حاجة بسيطة. أدينا فاتحين مثلا سي تي في ولا أغابي ولا لوجوس ولا قناة مريم مرقس، ونسمع، نسمع تأمل، نسمع عظة، نتغذى بحاجة، ونسيب مخنا يروح ويجيب كده من غير ما نغذيه بحاجة. حاجة صغيرة دي تعمل فرق، تعمل فرق. أنا منساش من أكتر الكتب اللي كنت بحبها لسيدنا البابا شنودة الله ينيح روحه، كان في كتاب مجمع فيه كلمات منفعة، كتاب اسمه كلمة منفعة، عبارة عن هو عمله كان 4 أجزاء وكل جزء كان فيه 50 كلمة، كل كلمة كانت يعني يمكن صفحة ونص ولا حاجة، صفحة ونص من القطع الصغير يعني، بس فيها شوية أفكار لطيفة خالص. أنا فاكر كنت أخد معايا الكتاب الصغير ده أحطه في الأكلاسير اللي أنا رايح بيه الكلية، وأنا واقف مثلا على الترام في اسكندرية، عبال ما الترام يجي بعد 5 دقايق أكون خلصت لي واحدة، وانا بين المحاضرتين مثلا اخلص لي واحده كمان، اقرا واحده في اليوم اتنين. كتاب يقعد معايا في الاجنده جوه، يعني مثلا يقعد معايا 2 3 أسابيع لحد لما يخلص، ما كنتش بابا عايزه يخلص. وكل يوم اقرا كلمه فيها افكار حلوه، والفكره تفضل مع الانسان وتولد افكار تانية وتعلمه وتفهمه وتعزيه. حاجات صغيره بس بتعمل فرق، بتبني، بتعمل فرق. تبدو ان هي صغيره لكن مهمه. حاجه مهمه مثلا، ازاي الانسان ينقي الالفاظ بتاعته هو بيتكلم ويدقق في الالفاظ.
دي حاجة برضو عايزة شوية عناية مننا. إزاي الواحد ينتقي اللفظ المظبوط ويقوله في الوقت المناسب؟ والحسن هو منفعل يسكت أحسن لحد لما يهدى عشان يقدر يفكر ويقدر ينقي اللفظ، الكلمة الحلوة، الكلمة اللي تبني، كلمة الترحيب، كلمة التشجيع، كلمة الاستحسان، وإن أنا أعمل علاقات حلوة مع الآخرين. صحيح ساعات كلمة واحدة تكون سبب خلاص لحد. ساعات الإنسان يعني يبقى مش واخد باله إن ابتسامته دي بتعمل فرق. لو بيسلم على واحد بابتسامة وبترحيب بتعمل فرق. ده ممكن ناس تغيب عن الكنيسة كذا أسبوع ومحدش ياخد باله، ويوم ما يجي والناس تسلم عليه بحرارة وبابتسامة تعمل فرق عنده، يقول يا سلام، وأنا غايب ليه عن المجتمع الجميل ده؟ وأنا غايب ليه عن الأسرة الحلوة دي؟ مش غيب تاني، ابتسامة بسيطة، سؤال عنه كده من غير يعني فضول ولا حاجة، لكن مجرد سؤال، أن نحب نفرح أنه هو في وسطنا. الكلمة حتى الأمريكي اللي احنا بنقولها باستمرار كلمة لطيفة قوي، اللي هي nice to meet you أو nice to see you، I'm glad to see you، حلوة، كلمة فيها تشجيع، كلمة فيها تقدير للآخر كده واحترام لي وحب. وهكذا كل كلمة تشجيع لطفل صغير لحد كبير الكلمة بتعمل فرق. حاجة تانية، أي تعب بسيط ممكن الإنسان يعمله، ممكن ندور كده على حاجات ونلاقي حاجات تتعمل، سواء في البيت، سواء في الكنيسة، سواء في أي مكان، أقول طب ما أنا أعمل حاجة. يعني لو في حاجة على الأرض طب ما أنا أخدها أحطها في مكانها، أو لو في حاجة مش نظيفة على الأرض أخدها أحطها في الباسكت، حاجة بسيطة أخد بركة. الحاجة البسيطة دي تفرق. لما الإنسان يعود نفسه دايما يبقى عنده روح الخدمة. السيد المسيح علمنا، قال لنا حتى كأس الماء البارد له قيمة عندي، بعده. إذا واحد عطى كأس ماء بارد فقط، واحد فقط باسمي، على يعني علشان خطري، فالحق أقول لكم أنه لا يضيع أجره. يعني بيعد كل حاجة، كل حاجة هتفرق. ساعات يعني ألاقي الناس سايبة تحت في البيزمنت الدنيا، عمل أي حاجة وشرب حاجة وقعد وكلم ومشي، طيب بركة. طب ما نرتبش مكاننا قبل ما نمشي، ما نشيلش مكاننا، ما نروقش المكان، نساعد في حاجة، نساعد في الكنيسة، بنقعد نرتب بدقة الكتب في أماكن معينة، كل حاجة بنحاول تكون كل حاجة في الكنيسة دقيقة ومنظمة وجميلة. طب أنا قبل ما أمشي يمكن أبص كده بعيني، يمكن ألاقي حاجة مش مظبوطة أعدلها، يمكن حاجة مش، أعمل حاجة بسيطة. أي تعب بسيط أعمله من أجل حد، مشوار صغير، سمعت إن حد عيان أسأل عنه أو أروح أجيب له، يمكن مش قادر ينزل يشتري حاجته أروح أجيب له، وهكذا. حاجات بسيطة صغيرة هتاخد مننا يمكن وقت بسيط، لكن هتفرق، هتحرك محبة ربنا في قلبنا، هتنمي المحبة بيننا وبين بعض، هتكون سبب بركة للكنيسة كلها. فالحاجات البسيطة دي عايزين إيه؟ ناخد بالنا منها. مين مجاش النهاردة؟ في ناس أنا أعرفهم مجوش النهاردة. طيب أبونا هيلحق يسأل على كل الناس دي؟ بحاول طبعا أسأل، بحاول أبعت تكس مسج واتصل وأشوف، لكن مش معقول هعمل ده مع الكل، في حاجات مش هعرفها وهتفوت عليا طبعا. طب ليه ما كل واحد يعمل حاجة، كل واحد يشوف مين من اللي هو يعرفهم مجاش النهاردة ويسأل عليه ويقول له ده احنا حتى الوعظات متسجلة على السايت بتاع النت وممكن نشوفها تاني، ونسأل عليه يمكن تعبان يمكن محتاج حاجة، نروح نشوف احتياجه، وهكذا. حاجات بسيطة لكن تفرق. أي مساهمة في احتياجات الكنيسة أو في احتياجات أي مؤسسة خيرية أو ناس الفقراء اللي هنا ولا اللي في مصر، المساهمة البسيطة دي لما تفتكر إن هي حاجة تافهة، السيد المسيح قال على المرأة اللي ألقت الفلسين الأرملة الغلبانة، قال دي أعطت أكثر من جميع هؤلاء، أعطت أكثر من الجميع. اللي ألقت الفلسين دي، ها عشان ساعات إحنا يعني إيه ولا تفرق إيه يعني مش مشكلة، لا دي حاجة مهمة، وربنا يبارك في القليل
الفلسين دول لما تحطوا في الصندوق بركوا كل اللي في الصندوق. في ناس كده بيحطوا بقلبهم وساعات من احتياجهم ويحطوا يبقوا سبب بركة للكنيسة كلها. وهكذا أمور بسيطة لكن لها أثر كبير في حياتنا. ربنا يدينا كده ان احنا باستمرار نكون بنهتم ان احنا نقدم حبنا، نقدم إمكانياتنا البسيطة بين إيدين ربنا، واثقين ان ربنا يستطيع ان يبارك في القليل فيصير بركة لكثيرين. له كل المجد والكرامة إلى الأبد، آمين. تفضلوا نصلي. قدس الإله الواحد، آمين. يا ربنا يسوع المسيح، من كل قلوبنا نشكرك لأنك ربي معتني بينا، لا تتركنا نخرج فارغين أو جوعا، لكنك أنت يا ربي عندك ينبوع الحياة تشبعنا يا رب وتغنينا، ولكنك تستخدم أيضا الإمكانيات البسيطة لأولادك لتشبع بهم النفوس الجائعة. ها نحن يا رب نضع إمكانياتنا البسيطة بين إيديك، طاقتنا البسيطة، مواهبنا الصغيرة والقليلة، نحطها بين إيديك يا رب، واثقين أنك تستطيع أن تصنع عجبا وتستطيع أن تبارك في القليل ليكون سبب بركة للعالم كله. يا رب يسوع نحن آنية ضعيفة خزفية، لكن يا رب من فضلك ضع كنوزك فيها لكي تغني بها كثيرين. يا رب أنت قادر أن تستخدمنا لكي نكون آنية للكرامة، نكون أدوات طيعة في يدك. بركة أمنا الست العذراء بلنا، بركة كل مصاف قديسيك، دبر حياتنا ودبر كل أمور الكنيسة يا رب حسب إرادتك الصالحة. دبر الخدمة في هذه المنطقة وفي كل مكان، وارسل فعلا إلى حصادك في كل مكان. بركة أمنا الست العذراء، بركة كل مصاف قديسيك، استجبنا عندما نصلي بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا الذي للغد، أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد، آمين. محبة الله الآب ونعمة الإبن الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، شركة موهبة وعطية الروح القدس تكون معكم. امضوا بسلام، سلام الرب يكون معكم.